مرحبا بكم. ليس سرا أن لاعبي كرة القدم يكسبون الكثير من الأموال الطائلة، فيمكن أن يحصل واحد منهم على مليون دولار أو أكثر في خلال أسبوع. فعندما يكون لديك الكثير من الأموال في حسابك المصرفي، فلن يكون من الغريب أن تقوم بشراء يخت باهظ الثمن. واليوم سنعرض لكم أغلى 5 يخوت يمتلكها لاعبي كرة القدم. ولكن أولا مشاهدين الكرام، ادعمونا بإعجاب للفيديو واشتراك بالقناة حتى يصلكم منا كل جديد. أولا، ديفيد بيكام. اشتهر ديفيد في النصف الثاني من التسعينات وأوائل القرن 21. كان من أنجح لاعبي كرة القدم في العالم، ومن الصعب العثور على شخص لم يسمع باسمه من قبل. تقاعد ديفيد من مسيرته الكروية، والآن يتمتع بكل ثمار نجاحه وقيامه بعمل تجاري خاص به، وبالطبع الاسترخاء بشكل جميل. ومن أشكال استرخائه ذهابه لليخت الفاخر الخاص به، والذي يسمى هوريزون E88، والذي بلغ كلفته في عام 2018 3,800,000 جنيه استرليني، وهو ما يعادل 4,700,000 دولار. ويبدو أن المليون دولار لأي شخص هو مبلغ باهظ الثمن، ولكن يجب أن تعرف أن ثروته تبلغ 450 مليون دولار. غالبا ما يطلق على ذلك اليخت اسم السيدة المتطورة، واسم رائع وغريب. يصل طول ذلك اليخت إلى 28 متر ويسير بسرعة 64 كيلومتر في الساعة. هو وكأنك تسبح مع النسيم، ويمكن لثمان أشخاص في وقت واحد أن يرتاحوا على ذلك اليخت، وذلك لوجود 4 غرف نوم ممتازة. أما عن غرفة ديفيد وزوجته، فهي غرفة كبيرة وفخمة، بها سرير ضخم وواسع، كما يوجد غرفتان لأفراد الطاقم، وغرفة جلوس واسعة، ومائدة الطعام. وأما عن المأكولات، فيوجد كل ما هو طازج، وذلك لوجود مطبخ باليخت، وهو الذي يسمح بإقامة الطعام في أي وقت، كما توجد شاشة عرض كبيرة، وسماعات. كما توجد أيضا صالة للألعاب الرياضية حتى يتمكن من البقاء فيها أثناء أجازته. أي في المجمل اليخت يتناسب تماما مع ديفيد. ثانيا، سيرجيو راموس. على خلاف ديفيد، فلم يتقاعد راموس حتى وقتنا هذا، فهو قلب الدفاع الرئيسي في الملعب في كل من ريال مدريد والمنتخب الأسباني، هو قائدهم، ولذلك يكون لدى القائد الكثير من المؤتمرات الصحفية التي يجب أن يحضرها. ومع مثل هذه الضغوطات، يجب أن تتاح له الفرصة للاسترخاء، ويمتلك راموس يخت يسمى فيرلاين سكوادرون 78، وهنا نرى القائد ومعه زوجته وأحيانا أخرى أصدقائه على اليخت مثل صديقه لكاس. وقد دفع راموس الكثير من المال للحصول على ذلك اليخت، ففي عام 2018 بلغ ثمن ذلك اليخت إلى 4,800,000 جنيه استرليني، أي ما يعادل حوالي 6 ملايين دولار. ويبلغ طول اليخت إلى 24 متر ويسير بسرعة 61 كيلومترا في الساعة. وكما هو واضح بالنسبة لنا، فقارب ديفيد أطول من قارب راموس، ولكن هذا لا يدل على أنه سيء، فهو به 4 حجرات مريحة، ويوجد به مطبخ ممتاز به جميع الأدوات اللازمة، غرفة طعام يمكن تحويلها إلى بار، وغرفة جلوس مريحة للأصدقاء. هناك تفاصيل مثيرة للاهتمام مثل التلفاز المدمج في خزانة الملابس، ولكي تتنفس الهواء يمكنك الخروج إلى السطح الفسيح ووضع الطاولات والكراسي لتجمع الأصدقاء. هناك زلاجات على الرصيف، فإذا مل الأصدقاء من اليخت ينطلقون وسط الماء على تلك الزلاجات. أعتقد أن بعد هذه الراحة سوف يتعافى راموس من أي ضغوطات ليتمكن من مواصلة نجاحه مع فريقه الوطني وناديه. والآن تنتظرك يخوت أكثر فخامة من تلك التي يمتلكها راموس وديفيد. ابقوا معنا لتروا اليخت الذي يمتلكه نيمار وكريستيانو رونالدو، حيث إقامة الحفلات، وكذلك صاحب الكرة الذهبية ميسي. ثالثا، نيمار. اللاعب الرائع نيمار صاحب الطفولة الصعبة، فعائلته كانت بالكاد قادرة على تغطية نفقاته. كان المنزل الذي يسكن به حالته متدهورة، فكان لا يوجد به كهرباء لأن عائلته لا تمتلك الأموال لدفعها. وبفضل موهبته في كرة القدم تمكن من كسب الملايين من الدولارات، وأصبح مشهورا في جميع أنحاء العالم. وحتى يعوض ما حدث له أثناء الطفولة، اشترى منازل مختلفة في بلدان مختلفة وسيارات وأيضا يخت، والذي أطلق عليه اسم والدته نادين.
وفي عام 2012 لعب نيمار في سانتوس البرازيلي، وكان مبلغ الصفقة 6 ملايين يورو، وهو ما يعادل 6 ملايين و700 ألف دولار. وعندما قرر أن يشتري يختاً، ساعده في ذلك شريكه هانس. ويبلغ طول اليخت 25 متر، فهو أطول من يخت راموس بمتر واحد. يوجد به كابينة مريحة، وغرفة جلوس من الجلد، وغرفة طعام يقع على السطح تحت المظلة. أشار نيمار أنه اشترى اليخت في عام 2012 عندما أصدر برشلونة صفقة انتقاله في عام 2013. معظم وقته يقضيه في اليخت بمفرده. وفي عام 2016 اتهمته الشرطة البرازيلية بالتهرب الضريبي، وغرمته أكثر من 70 مليون دولار. صادرت الشرطة البرازيلية يخت واثنين من القصور وطائرة خاصة. كل هذا ولا يزال غير قادر على التعامل مع الضرائب، ولكن في نهاية المطاف يجب عليه أن يقوم بدفع الدين. رابعا، كريستيانو رونالدو. يحب النجم كريستيانو التنقل كثيرا، ودائما ما يعمل بجد لتحسين نفسه. فبعد تدريبات شاقة ومواسم طويلة بالتأكيد، سيؤثر ذلك عليه بالسلب على حالته النفسية والجسدية. لذلك قرر أن يشتري يخت فاخر، ولا سيما أسكاري، والذي يقدر قيمته بتسع ملايين وأربعمائة ألف دولار. وقد تم بناؤه في عام 2003، وهو يخت رياضي، فيبلغ طول اليخت إلى 36.5 متر، وينقسم السطح إلى ثلاث أماكن، حيث يمكنه أن يأخذ حماما شمسيا وأن يتناول الطعام. به شرفة مجهزة لتستوعب أكثر من تسعة أشخاص. هناك قاعة مخصصة لكريستيانو نفسه، وقد تم تجهيز اليخت بترسانة كاملة من معدات الترفيه المائي ومعدات الغطس والصيد، بالإضافة إلى قاطرة تحت الماء، فهو يخت مثالي لإقامة الحفلات. خامسا، ميسي. يأتي كريستيانو وميسي في مقدمة قمصان لاعبي كرة القدم. كانوا يتنافسون لمدة طويلة داخل وخارج الملعب، وهذه المرة انتصر ميسي عليه. فقد امتلك ميسي أفخم وأغلى يخت على الإطلاق، حيث بلغ سعره إلى 10 ملايين جنيه استرليني، أي ما يعادل حاليا 12.5 مليون دولار. فمن حيث المواصفات، بلغ طول اليخت إلى 28 متر، وسرعته 40 كيلومتر في الساعة. يضم أربع غرف نوم فاخرة، وحمامات داخلية، وغرف نوم رئيسية، ويمكن أن يستوعب اليخت 10 أفراد. كما يوجد باليخت قوارب الكاياك والجيتسكي. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.